السلام عليكم، سامعني؟ السلام عليكم، سامعني؟ وعليكم السلام، مستمعيني. طيب يا مستمعين، يبقى يدخل. فاضل هيا، مريم، معايا؟ ايوه مس مريم موجودة؟ مريم وهي موجودين؟ طب انا ارن عليكم تاني. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الباقي. يلا بسم الله. وقفنا الحصة اللي فاتت عند الووتر سايكل، عند الايه؟ الووتر سايكل. الووتر سايكل قلنا ان هي بتحصل في 3 ستيب، في 3 خطوات. ايه هم ال3 خطوات؟ مين فاكر ايه ال3 خطوات اللي قلنا ان هي بتحصل فيهم الووتر سايكل؟ أبله ماني نور عادي أجاوب ماشي، اتفضلي. evaporation condensation precipitation. تمام، الـ evaporation، الـ condensation، الـ precipitation. الووتر سايكل هي continuous movement on water from earth to its اتموسفير، هي الحركة بتاعة المية من الايرث سيرفيس للايه؟ للاتموسفير، للغلاف الايه؟ الجوي. اند باك اجين تو ووتر ايه؟ تو ووتر سايكل. اند باك اجين تو ووتر، اند باك اجين تو ايرث، اند باك اجين تو ايه؟ تو ايرث. بقول عليها ووتر سايكل، بقول عليها ايه؟ Water cycle. ووتر سايكل. تمام؟ يبقى الووتر سايكل هي continuous movement of water from earth's surface، من سطح الارض to its atmosphere، للغلاف الجوي، and back again، وبترجع تاني. بقول عليها الووتر سايكل. قلنا الووتر سايكل دي بتشمل 3 main process، 3 خطوات، اللي هي الايفابوريشن، ايفابوريشن كوندنسيشن بريسيبتيشن. ايفابوريشن وكوندنسيشن وايه؟ بريسيبتيشن. Precipitation. بريسيبتيشن وايه؟ Precipitation. بريسيبتيشن اسمها ايه؟ Precipitation. بريسيبتيشن. طيب
دي كده بتقول لنا يعني ايه ووتر سايكل، يعني ايه ووتر سايكل. قلنا الووتر سايكل 3 خطوات، الايفابوريشن اتس ذا بروسيس ديورنج ويتش في الايفابوريشن الليكويد ووتر تشينج انتو ايه؟ Water vapor. Water vapor. الليكويد بيتحول لايه؟ Gas. ووتر. الليكويد بيتحول لايه؟ لجاز. ففي Water vapor. الايفابوريشن لا لجاز عفوا، في الايفابوريشن الليكويد بيتحول لايه؟ Gas. جاز. الليكويد بيتحول لجاز، الليكويد بيتحول لايه؟ Gas. لجاز. تمام، دي بقول عليه ووتر فابور، بقول عليه ايه؟ ووتر فابور. This water bubble rise into atmosphere. Water bubble enters the atmosphere. الووتر بابر ده بيدخل الايه؟ الاتموسفير او الغلاف الايه؟ الجوي. When animal exhale through transpiration which occur when plant release moisture. يعني ايه؟ بيقول لي ان عندي 3 مصادر 3 sources بيدخلوا لي الايه؟ الووتر بابرز للاتموسفير. 3 مصادر بيدخلوا لي الووتر بابر بخار المياه للغلاف الجوي يا اولاد. ال3 مصادر دول ايه؟ ركزوا معايا. اول حاجه اللي هي عمليه الايفابوريشن، عمليه ايه؟ Evaporation. ايفابوريشن يعني Evaporation. تشينج من ايه؟ من ليكويد تو جاز. يبقى ده اول سورس بيدخل الووتر بابر، ان الميه بتتحول لجاز. تاني حاجة اسمها animal exhalation. animal ايه؟ Animal exhalation. animal exhalations. يعني ايه animal exhale؟ يعني الحيوان بيحصل له عملية exhalations. يعني exhalation يعني زفير. يعني ايه؟ في عملية cellular respiration عارفين ان احنا بيخرج مننا كربون دايوكسيد ووتر بابل، فدول بيخرجوا خلال الانيمال ايه exhale او الانيمال exhalation. طيب عندي حاجة اسمها transpiration، اسمها ايه؟ Recycle. ترانسبيريشن. اسمها No, ايه؟ transpiration. ترانسبيريشن. ترانسبيريشن يعني النتح. يعني ايه؟ which occur when plant release moistures. يبقى ترانسبيريشن occur when plant release ايه؟ moistures. بقول عليها ترانسبيريشن، بقول عليها ايه؟ ترانسبيريشن. يبقى انا دلوقتي عندي الايفابوريشن ديت بروسيس او عمليه which convert liquid to gas occurrence occur evaporation also animal exhalation. الانيمال exhalation والترانسبيريشن، يبقى ال3 حاجات دول بيدخلوا لي او allow water vapor to enter in atmosphere. الايفابوريشن، الايفابوريشن، الانيمال exhalation، الانيمال exhale وثرو ترانسبيريشن. وثرو ترانس ايه؟ transpiration من خلال الايه؟ Transpiration. transpiration من خلال الايه؟ transpiration. تمام؟ يعني ايه transpiration؟ ها؟ مين فاكر يعني ايه transpiration؟ تنفس النبات. transpiration، transpiration بالعربي يعني النتح. يعني ايه النتح؟ يعني release of moisture او release of water from plant ايه leaves. الميه بتخرج من البلانت ايه؟ من البلانت ليفز. يبقى الاكسهاليشن is the release of water vapors or moisture from plant ايه؟ from plant leaves. عندي حاجه اسمها water cycle، عندي حاجه اسمها ايه؟ water cycle. قلنا the higher in the atmosphere you are the cooler in the atmosphere in the cooler in temperatures. كل ما تطلعي في الغلاف الجوي الاعلى كل ما temperatures عندك تكون ايه؟ كولر. أقل تكون ايه؟ كولر كولر اقل. The higher in the atmosphere the cooler the temperature. As the water vapor rise لما الwater vapors بيرتفع لاعلى it ايه؟ it cool. it ايه؟ cool بيبرد. And condensation occur. البخار طالع لفوق اهو فيحصل له ايه؟ cooling. يحصل له ايه؟ cooling. تمام؟ كولينج فيحصل له cooling and condensation ايه؟ اوكي. ويبدأ يحصل عملية الايه؟ condensation. طيب بصوا كده، تعالوا نكبر الرسمة او نشوف رسمة كبيرة. دي كده اسمها evaporation. when convert from liquid to gas this process called evaporation.
تمام. It is the first step of water cycle. The second step called condensation. Second step called ايه؟ condensation. اسمها ايه؟ هيا انت اللي بتخرجي وبتدخلي، عندك مشكلة في النت condensation يا هيا؟ هيا عندك مشكلة في النت؟ عندي حاجة اسمها كوندنسيشن، عندي حاجة اسمها ايه؟ كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني التكاثف، كوندنسيشن يعني ايه؟ التكاثف، يعني الايه؟ يعني الووتر فابور او الغاز كونفرت تو ايه؟ كونفرت تو ليكويد، كونفرت تو ايه؟ ليكويد، فدي اسمها كوندنسيشن، اسمها ايه؟ كوندنسيشن كوندنسيشن. كوندنسيشن طيب، دلوقتي عندي حاجة اسمها ترانسبيريشن، اسمها ايه؟ ترانسبيريشن ترانسبيريشن والاكسهليشن. ترانسبيريشن والاكسهليشن الاثنين دول والايفابوريشن، يبقى الثلاثه دول عباره عن سورس اوف ووتر بابور ان ايه؟ سورس اوف ووتر بابور ان اتموسفير. الايفابوريشن والترانسبيريشن والاكسهليشن بارتيسيبيت ان انترانس اوف ووتر بابور تو ذا اتموسفير. ذا فيرست ستيب ان ووتر سايكل ايفابوريشن ذن كوندنسيشن، ذا لاست وان از بريسيبيتيشن. Precipitation. تمام؟ شرحنا الايفابوريشن وكنا بنتكلم في الكوندنسيشن، كنا بنتكلم في الايه؟ في الكوندنسيشن. هيا انت ممكن تخرجي وتدخلي من جهاز تاني، لان انت كل حصه يحصل عندك المشكله دي. حاولي تغيري الجهاز او تقربي للنت شويه. عندي حاجة اسمها كوندنسيشن، قلنا كوندنسيشن از ذا بروسيس دورينج ويتش ووتر فابور، البخار الووتر ايه؟ الفابور اتشينج انتو ايه؟ ليكويد، بيتحول لايه؟ لليكويد. تمام؟ قلنا ان انا عندي الاتموسفير او الغلاف الجوي، ذا هاير ذا اتموسفير ذا كولر ذا تمبريتشر. كل ما تطلعي لفوق بتكون في الاتموسفير بتكون التمبريتشرز ايه؟ كولر. بتكون التمبريتشرز ايه؟ كولر او برد. فالكوندنسيشن هي بروسيس دورينج ويتش الووتر بابر، بخار الماء او الووتر بابر بيحصل له تشينج انتو ليكويد. الووتر بابر بيحصل له تشينج انتو ايه؟ ليكويد، لان اول حاجه بتحصل عمليه الايفابوريشن، فالليكويد بيتحول لجاز، يبدا الجاز يطلع لفوق 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 لحد ما يقابله يكون ايه؟ كل ما بيطلع الجاز لفوق في الاتموسفير فبيحصل كولينج للجاز، درجه التمبريتشر او الحراره بتاعته بيحصل لها ايه؟ كولينج، فيتحول من ووتر بابور لايه؟ لووتر. يتحول من ووتر بابور يحصل له كوندنسيشن ويتحول من جاز لايه؟ لليكويد. تمام؟ وديت عمليه الايه؟ الكوندنسيشن. اخر ستيب عندي في الووتر سايكل اللي هي عمليه الايه؟ البريسيبتيشن، اسمها ايه؟ Precipitation. ايه هي Precipitation. البريسيبتيشن؟ ووتر فول فروم كلاود تو ايرث سيرفيس، الميه بتنزل من السحابه على الايرث سيرفيس، على سطح الايه؟ الارض. ووتر فول فروم كلاودز تو ايرث سيرفيس كولد بريسيبتيشن. طيب، when water enter or when water descend as precipitation it enter body of water، يا اما تدخل جسم مائي انتر بادي اوف ووتر اور سوك انتو ايه؟ سويل. سوك انتو ايه؟ سويل. الميه لما تنزل يا اما تدخل في التربه، تمام، يحصل لها سوك ايه؟ قولوا معايا، سوك انتو ايه؟ سوك انتو سويل. سوك انتو انتو ايه؟ صايم سويل. اور انتر بادي اوف ايه؟ ووتر، يا اما تدخل بادي اوف واتر ووتر لايك ليك ريفرز اوشنز، اور سوك انتو ايه؟ اور سوك انتو water، عفوا، or stick into a into soil. tell people or something. هنتكلم هنا على حاجة اسمها النيتروجين سايكل. هنتكلم على حاجة اسمها ايه؟ النيتروجين سايكل. خلصنا كده الووتر سايكل وعرفنا اهم البوينت اللي فيها، نتكلم على حاجة اسمها النيتروجين سايكل. نشوف مع بعض الفيديو ده.
هنا بيقول لي ان النيتروجين جاز موجود في الايرث سيرفيس او البيرسنت بتاعته على سطح الارض 78%. 78% يبقى النيتروجين جاز البيرسنت بتاعته كام؟ 78%. والاكسجين 21%. والاذر جازس 1% entrance nitrogen to your body you need to pass with nitrogen cycle. عشان النيتروجين يدخل جسمنا يا اولاد لازم يحصل حاجة اسمها نيتروجين cycle. All living things كل الكائنات الحية need nitrogen to live. All living things كل الكائنات الحية سواء كانت animals أو humans أو plants need nitrogen to live. طيب احنا عايزين النيتروجين ليه؟ ليه الإنسان عايز النيتروجين؟ وليه النبات بيحتاج النيتروجين؟ تمام؟ ليه الانيمال والبلانت بيحتاجوا النيتروجين يا اولاد؟ هنشوف هنا مع بعض. الانيمال والبلانت والانيمال والهيومن الانسان والحيوان بيحتاجوا النيتروجين تو ميك بروتين. تو ميك ايه؟ بروتين. ده رمز النيتروجين. النيتروجين مهم جدا، بيدخل في تصنيع الايه؟ بيدخل في تصنيع البروتين. ده اسمه ايه؟ نيتروجين. animal and human entrance nitrogen information of a of protein. النيتروجين can't be used directly. النيتروجين ده مش بيستخدم له ايه directly. تمام، يعني انا ما ينفعش اروح اجيب نيتروجين كده واكله على طول او احطه في الطعام بتاعي. النيتروجين ده اول حاجه انا باخده يا اما عن طريق ان انا باكل نباتات او عن طريق ان هو بيتحول ايه او بيكون في اورجانيزم تانية بتتغذى عليه. هنفهم دلوقتي بالتفصيل ازاي بنحصل على النيتروجين. النيتروجين قبل احنا ما ناكله تمام او نحصل عليه احنا او البلانت او الانيمالز لازم يمر بمرحله اسمها فيكسيشن اوف نيتروجين. اسمها ايه؟ فيكسيشن اوف نيتروجين اور نيتروجين فيكسيشن. فيكسيشن اوف نيتروجين اور نيتروجين فيكسيشن. This fixation process occurs by lightening and by nitrogen in a in air. يبقى الفيكسيشن دي يا اما تحصل بواسطه اللايتنينج يا اما بالبكتيريا. يا اما بالايه؟ بالبكتيريا. انا عندي النيتروجين موجود في الهواء، عشان استعمله لازم اعمل له بروسيس اسمها نيتروجين فيكسيشن or fixation of nitrogen. What's the meaning of fixation of nitrogen? Fixation mean or fixation of nitrogen mean convert نيتروجين from unusable form to usable A to usable form. بحول النيتروجين from unusable form to usable form. بعمل تحويل للنيتروجين من صورة غير مستخدمة to usable form، صورة مستخدمة. The process of fixation occurs by bacteria and by A lightening. الفيكسيشن بيحصل يا إما بالبكتيريا يا إما بالA باللايتنينج البرد. دلوقتي انا عندي النيتروجين بيجي من الاتموسفير ويدخل للبكتيريا في الايه؟ في السويل او في التربه. تبدا البكتيريا تشتغل على النيتروجين وتعمل له فيكسيشن. بعد ما تعمل له فيكسيشن يبدا النبات يحصل له سوفت ان، يعني بيمتصه. تمام، النيتروجين بيحصل له فيكسيشن يعني ايه؟ يعني بيتحول لصوره يمكن استخدامها. البكتيريا دي بتحول النيتروجين تو امونيا اور نيتريت. يا اما تحول النيتروجين لامونيا او تحوله لنيتريت. دي نيتروجين كومباوند. الامونيا والنيتريت دول بقول عليهم ايه يا نور؟ كنت انت دارسه معايا النيتروجين سايكل دي في جريد 5 لو تفتكري. الامونيا والنيتريت دول عباره عن نيتروجين ايه؟ كومباوند. تمام، يبقى البكتيريا بتشتغل على النيتروجين تعمل له فيكسيشن.
تحوله لأمونيا اللي نيتروجين كومباوند اللي هي الأمونيا أو النيتريت. البكتيريا بتعمل ريتيرن أو بتحول النيتروجين تو أمونيا أند نيتريت. يبدأ البلانت يستخدم الأمونيا والنيتريت دي تو جروينج عشان يحصل له ايه جروينج. الانيمالز بقى بياخد النيتروجين ازاي؟ الانيمالز باي ايت بلانت. حيوان عايز نيتروجين يجي ياكل البلانت، يبقى انيمال اوبتين نيتروجين باي ايتنج ايه؟ باي ايتنج بلانت. يبدا الانيمال ياخد النيتروجين ويبدا النيتروجين ينزل في الايه؟ في الويست برودكت، ينزل في الويست ايه؟ في الويست برودكت او البقايا بتاعت الايه؟ بتاعت الانيمالز. طيب الويست برودكت او البقايا بتاعت الانيمالز دي بتكون هاي ان نيتروجين اور ريتش ان نيتروجين ايه؟ ريتش ان نيتروجين كومباوند. لما الويست برودكت ديت تنزل من الانيمالز تدخل في السويل، فكده النيتروجين انتر ان ذا ايه سويل، كده النيتروجين رجع تاني للايه للتربه. كمان الاورجانيزم دي سواء كانت انيمالز او بلانت لما تموت يحصل لها داي ويحصل لها ديكيينج. ديكيينج يعني ايه يا شباب؟ يعني تتحلل، بيحصل لها ايه ديكيينج وايه وتتحلل، تبدا تتحول لنيتروجين يدخل في الايه في السويل او في التربه. البيرسنت بتاعت النيتروجين جاز ان ايه 78 ايه 78% جاز 78% اوف اير اراوند اس، يبقى البيرسنت اوف نيتروجين 78% فروم ذا اير اراوند اس. وي يوز نيتروجين فور ميكينج بروتين ان هيومن اند كلوروفيل ان بلانت. يوز نيتروجين فور ميكينج ايه بروتين ان هيومن اند كلوروفيل ان بلانت. قبل ما نستخدم النيتروجين لازم يحصل له حاجه اسمها نيتروجين فيكسيشن. يحصل حاجه اسمها ايه؟ نيتروجين فيكسيشن. قلت لكم كلمه نيتروجين فيكسيشن يعني convert نيتروجين from unusable form to usable A form. بعمل النيتروجين فيكسيشن دي بحاجتين، عن طريق البكتيريا وعن طريق الايه؟ اللايتنينج. البكتيريا والايه؟ واللايتنينج. عندي هنا البكتيريا بتعمل تشينجنج للنيتروجين تحوله لايه لامونيا، فيقدر النبات او البلانت يستفيد بيه ويعمل له ايه سوك ان. بيستخدم اللعبة دي عشان يقول لنا ان النيتروجين سايكل عاملة زي اللعبة دي كده، في ايه ان هي دايما بتلف كده، بتلف. النيتروجين بيدخل من الاتموسفير او الغلاف الجوي ويرجع التربه، وبعدين يرجع من التربه للاتموسفير، وبعدين يرجع من الاتموسفير للتربه، وبعدين يرجع من التربه للاتموسفير. فالنيتروجين سايكل فعلا بتلف كده زي اللعبه اللي هو ايه مشغلها دي. كده خلصنا؟ فهمتوا حاجه من الفيديو ده؟ حد قدر يفهم حاجه عن النيتروجين سايكل؟ ايوه مس، انا لسه هشرح تاني النيتروجين سايكل بالكامل، بس قلت الفيديو اقرب لكم المعلومات شويه بالايه بالرسومات بتاعته اكتر. بصوا يا شباب، اول حاجه اللي فاتح الكتاب او اللي معاه الكتاب يبدا يفتح معايا ويتابع معايا النيتروجين سايكل عشان نكتب مع بعض بعض المصطلحات. هنبدا بالجزء ده. اول حاجه انا عندي جاز النيتروجين موجود في الاتموسفير او في الغلاف الجوي. طيب عندي حاجة اسمها اللايتنينج البرق، اسمها الايه؟ اللايتنينج البرق. وعندي حاجة اسمها البكتيريا، وعندي حاجة اسمها ايه البكتيريا؟ بشد خط تحت كلمة لايتنينج، وحاجة اسمها ايه؟
البكتيريا حاجة اسمها ايه؟ البكتيريا، تمام؟ فالاتنين دول، تمام، بيعملوا تشينج النيتروجين جاز ان ذا اتموسفير تو نيتروجين ايه؟ كومباوند. اللايتنينج والبكتيريا بيعملوا تحويل للنيتروجين جاز انتو نيتروجين ايه؟ كومباوند. بيحولوا النيتروجين من صورته النيتروجين كومباوند. العملية دي بقول عليها فيكسيشن اوف نيتروجين. يبقى لايتنينج تشينج نيتروجين جاز ان ذا اتموسفير تو نيتروجين كومباوند. النيتروجين كومباوند ده او المواد النيتروجينية دي فول تو ذا جراوند، بتنزل على الايه؟ بتنزل على الارض، فول تو ذا جراوند. وين ات رين، لما الجو يشتي او الامطار تنزل، فبتنزل النيتروجين كومباوند دي على الايه؟ تنزل على الارض، تمام؟ طيب عندي حاجه اسمها النيتروجين فيكسنج، النيتروجين فيكسنج بكتيريا. النيتروجين فيكسنج بكتيريا دي درستوها في جريد 5، كانت بتبقى موجوده فين؟ على البلانت روتس، موجوده على جذور النبات، موجوده على البلانت ايه؟ روتس، على الجذور. طب بتعمل ايه؟ النيتروجين فيكسنج بكتيريا implant roots convert unusable nitrogen in soil to usable ايه؟ نيتروجين كومباوند. يبقى النيتروجين فيكسنج بكتيريا بتحول او convert unusable nitrogen، بتحول الايه؟ unusable nitrogen in soil to usable nitrogen compound. يعني ايه؟ عندي حاجة اسمها نيتروجين فيكسنج بكتيريا موجودة على الروتس بتاعت النبات، دي بتحول لي الانيوزابل نيتروجين، يعني النيتروجين بيكون في صوره غير مستخدمه، بتحوله من انيوزابل تو يوزابل، بتحوله لصوره من غير مستخدمه لصوره يقدر ان انا ايه استخدمها. طيب بعد ما عملت له نيتروجين فيكسيشن، قلت لكم يعني ايه كلمه نيتروجين فيكسيشن، يعني ان انا بعمل ايه كونفرت النيتروجين فروم انيوزابل فورم تو يوزابل فورم باي يوزنج نيتروجين فيكسنج بكتيريا or by using ايه lightning. يبقى انا هنا عندي حاجه اسمها ايه نيتروجين فيكسيشن، قولوا معايا اسمها ايه؟ نيتروجين نيتروجين فيكسيشن فيكسيشن، اسمها نيتروجين ايه فيكسيشن، اسمها ايه؟ نيتروجين فيكسيشن. يعني ايه نيتروجين فيكسيشن؟ يعني convert نيتروجين from unusable form to ايه؟ قولوا معايا، بحوله من ايه لايه؟ ركزوا معايا، from الولاد unusable nitrogen from unusable form to usable form from unusable form of unusable nitrogen to usable form nitrogen compound. to usable form. تمام، اسمها نيتروجين فيكسيشن. طب ايه اللي بيعمل لي نيتروجين فيكسيشن؟ حاجتين، نيتروجين فيكسنج بكتيريا، البكتيريا، وايه كمان؟ ها، مين شاطر عارف ايه غير البكتيريا بيعمل نيتروجين فيكسيشن؟ ايه كمان غير البكتيريا بيعمل نيتروجين فيكسيشن؟ السلام عليكم مساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا حبيبي، ايه اللي بيعمل تاني نيتروجين فيكسيشن غير البكتيريا؟ مين شاطر عارف؟ انا decomposer شرحاه. decomposer ديكمبوزرز دي مين بس انتوا نايمين؟ انا قلت في حاجة بتعمل نيتروجين فيكسيشن غير البكتيريا، ايه هي؟ شرحتها لكم فوق، شرحتها في الفيديو وشرحتها دلوقتي. lightning الال، قولي يا نور. lightning برافو عليكي، ممتازة. اللايتنينج، اللايتنينج اللي هو الايه؟ البرق. البرق بيعمل نيتروجين فيكسيشن. يبقى انا عندي تو فاكتورز، اللايتنينج والبكتيريا، الاثنين بيعملوا لي نيتروجين فيكسيشن، كونفرت نيتروجين فروم انيوزابل فورم تو يوزابل ايه؟ تو يوزابل فورم. This process called نيتروجين فيكسيشن. تمام؟ هكمل شرح وارجع اعيد لكم السايكل كلها من تاني للناس اللي ايه في نقط مش فاهماها. هكمل بقى دلوقتي ونرجع نعيد تاني.
طيب انا كده عملت ايه؟ نيتروجين فيكسيشن، ادي الخطوه 1 و2 اهيت، عملت نيتروجين فيكسيشن. بقى عندي حاجه اسمها نيتروجين كومباوند، بقى عندي حاجه اسمها ايه؟ نيتروجين كومباوندز. برافو عليك، بقى عندي حاجه اسمها ايه؟ قولوا معايا، اسمها نيتروجين نيتروجين كومباوندز. كومباوند، اسمها ايه؟ نيتروجين كومباوند. طيب النيتروجين كومباوند دي بيجي مين ياخدها؟ البلانت تيك ايه، النبات بياخدها اند يوز نيتروجين كومباوند فروم ذا ايه، ذا سويل، فروم ذا ايه، ده سويل ذا سويل. سويل، تمام. يبقى البلانت تيك ايه بياخدها، البلانت تيك ايه، تيك ان يعني النبات ايه بياخدها، تمام. اند يوز نيتروجين كومباوند، اند يوز نيتروجين ايه كومباوند فروم ذا سويل، يبقى البلانت تيك ان بياخد النيتروجين كومباوند دي اند يوز نيتروجين كومباوند ايه فروم ذا سويل، النبات بيمتص النيتروجين كومباوند منين؟ قول من معايا، التربة البلانت بيمتص النيتروجين كومباوند منين؟ من التربة من السويل، من الايه؟ من السويل، تمام. عندي حاجة اسمها النبات خد الايه؟ النيتروجين كومباوند ده هيتعمل لها تيك ان امتصها، تمام. انيمال، الحيوان بقى جاي عايز النيتروجين، حيوان عايز الايه، عايز نيتروجين. النيتروجين، يعمل ايه، يروح واكل ايه، انيمال ايت ايه، Plan to get nitrogen برافو ferns. عليك. هو مفيش حد فاهم غير نور، انتوا كلكم مش فاهمين ولا انتوا مش عايزين تردوا ولا ايه؟ يبقى الانيمال ايه، قولوا معايا الانيمال ايه، Animal eat plant. Eat الانيمال plants. بياكل البلانت، الانيمال ايت بلانت تو اوبتين ايه، تو اوبتين نيتروجين، تو اوبتين ايه، نيتروجين، Okay, اوبتين nitrogen. نيتروجين، سامعني؟ ايوه نعم. انيمال ايت ايه بلانت، طيب الحيوان كل البلانت اهوت، فبالتالي خد ايه، نيتروجين، ما هو البلانت بيحتوي على النيتروجين. جاء الحيوان ده مات وتحلل، تمام، فبالتالي لما يموت ويحلل هيكون ديكيينج اورجانيك ايه ماتر، هيكون ايه، ديكيينج اورجانيك ماتر، صح، هيكون مواد متحلله. معايا يا ولاد محمد حارب، معايا الولاد، معايا محمد أيوة وحارب أبلو، مريم، أيوة أبلو. اللي مش فاهم انا كده كده واحد تاني، بس ركزوا معايا. انا دلوقتي بقول ان انا عندي الديكيينج اورجانيك ماتر، اللي هي الاورجانيزم ده لما يموت ويتحلل، والويست، الويست اللي هي الفضلات بتاعته، الويست برودكت، الفضلات الاخراجيه بتاعته، الاثنين دول ريتش ان نيتروجين، ريتش ان نيتروجين، بيكون فيهم كميه كبيره من النيتروجين اند ريتيرن نيتروجين تو ذا سويل، يبقى الديكيينج اورجانيك ماتر اند الويست برودكت، تمام، ريتيرن النيتروجين كومباوند تو ذا ايه، to the soil بال decaying organic matter and waste product return nitrogen compound to the soil. Bacteria in soil، في بكتيريا موجودة في السويل convert nitrogen compound into nitrogen gas، في التربة هنا بكتيريا بتشتغل على النيتروجين كومباوند and convert it to nitrogen A gas، يبدأ النيتروجين gas يحصل له release into the air، يبدأ النيتروجين gas يخرج تاني في الاير. فلو احنا هنلاحظ ان النيتروجين سايكل بدأت من هنا، ان الايه، ان النيتروجين دخل الايه الاتموسفير، دخل عفوا السويل التربه، وانتهت فين، انتهت ان النيتروجين رجع تاني للايه للاتموسفير. فهنلاحظ ان هي ايه، عباره عن ايه، عباره عن سايكل، النيتروجين دي عباره عن ايه، سايكل بتوين الايرث سيرفيس اند اتموسفير، تمام. يا نعم، أبلة يعني هو النيتروجين بيبقى في التربة، ولما بيطلع في النباتات بيبقى في النباتات اللايتنينج والبكتيريا convert usable for النيتروجين، وبعدين لما الحيوانات ياكلوه بيخرجوه كويست برودكت ترجع للتربة تاني وتتعاد العملية. بص، هو النيتروجين ما بيكونش في البلاء في البلانت وبعدين يحصل له فيكسيشن، النيتروجين بيحصل له فيكسيشن قبل النبات ما ياخده، قبل النبات. بص، النيتروجين موجود في الغلاف الجوي في الاتموسفير، تمام، عشان انا اخده او البلانت ياخده او الانيمالز ياخده لازم يحصل له فيكسيشن الاول، لازم يحصل له ايه، فيكسيشن.
فهو موجود في الغلاف الجوي هو، تمام؟ عايز ينزل على الارض، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ لازم يحصل له عمليه اسمها فيكسيشن اوف نيتروجين او نيتروجين فيكسيشن، يا اما يحصل في الغلاف الجوي عن طريق اللايتنينج يحصل له فيكسيشن ويتحول من انيوزابل فورم لليوزابل فورم، يا اما لما ينزل على الارض او في السويل يحصل له فيكسيشن بواسطه البكتيريا اللي موجوده على جذور النبات وتحوله من انيوزابل فورم ليوزابل فورم. بعد عمليه الفيكسيشن، ركزي، بعد عمليه الفيكسيشن يبدا النبات يمتص الايه؟ النيتروجين كومباوند. هو اتحول بقى دلوقتي من نيتروجين جاز في الاتموسفير لنيتروجين ايه؟ كومباوند. يبدا النبات بقى ياخده، تمام؟ يبقى النبات بياخد النيتروجين in the form of nitrogen compound after fixation process by lightening or by nitrogen fixing bacteria. وبعد كده الـ animals eat plant. الـ animals eat ايه؟ plant، تمام؟ بعد الـ animal مكان الـ plant حصل كده على sufficient amount from nitrogen. يبدأ النيتروجين يخرج من الـ animals في صورة waste product. في صورة ايه؟ waste waste product. waste waste ايه؟ product ويست برودكت. طيب هو خرج في صوره ويست برودكت، وكمان حصل ديكينج للاورجانيك ايه؟ ماتر. يبقى ديكينج للاورجانيك ماتر اند انيمال ويست ريتيرن نيتروجين كومباوند تو ايه؟ تو سويل. اسمها ايه؟ ديكينج اورجانيك ايه؟ ماتر، يعني المواد العضويه المتحلله، تمام؟ اند انيمال ويست البقايا الايه؟ البقايا ريتيرن نيتروجين كومباوند تو ايه؟ تو ذا سويل. بيعيد النيتروجين كومباوند تاني للايه؟ للسويل، تمام؟ تمام؟ أبغى تعيدي لي حتة إزاي بينزل من الأتموسفير للبلانت أو السوير؟ ماشي خلاص. بص يا نور، الغاز موجود، قلت لك في البدايه خالص ان النيتروجين ده موجود في الغلاف الجوي في صوره ايه؟ نيتروجين جاز. البرسنت بتاعته كام؟ قلنا البرسنت بتاعته كام هنا؟ 78. طيب هو موجود في الغلاف الجوي اهو، تمام؟ عايز ينزل على الارض، ايه اللي بيحصل؟ حصل برق، حصل عمليه البرق اللي احنا بنشوفها دي زي ما هو حاطط في الصوره كده. حصل برق، البرق ده بيجي على النيتروجين جاز اللي موجود في الغلاف الجوي ويحوله النيتروجين ايه؟ كومباوند. بيحوله النيتروجين ايه؟ كومباوند. البرق ده بيكون مصحوب بامطار، صح؟ الامطار ديت ايوه بتاخد النيتروجين كومباوند وتنزلها على التربه معاه. The nitrogen compound fall to the ground when it ايه؟ rain. لما الأمطار تشتي أو الدنيا تشتي بتنزل النيتروجين كومباوند مع الأمطار على الأرض. يبدأ النبات بقى في الحالة دي يمتصها مباشرة لأن هي حصل لها فيكسيشن فوق بواسطة الايه؟ اللايتنينج. طب لو ما حصل لهاش فيكسيشن تبدأ تشتغل عليها حاجة اسمها نيتروجين فيكسينج بكتيريا. اسمها ايه يا أولاد؟ نيتروجين فيكسينج بكتيريا. يا ريت كلكم تركزوا معايا. خلود، خلود معايا، سامعاني؟ خلود وتسنيم ورانا، كلكم مركزين معايا؟ مثلا معاكي مركزة. ايوه طيب ركزوا معايا. عندي حاجه اسمها النيتروجين فيكسنج بكتيريا. النيتروجين فيكسنج بكتيريا دي على الروت، على الجذور بتاعه النبات هنا كده، تبدا تشتغل على النيتروجين اللي موجود في التربه او النيتروجين جاز وتحوله النيتروجين ايه؟ لنيتروجين كومباوند، مواد نيتروجينيه، تمام؟ زي ايه المواد النيتروجيه او النيتروجين كومباوند؟ زي الامونيا والنيتريت. تبدا بقى النباتات تمتص النيتروجين كومباوند اللي هي الامونيا والنيتريت ويحصل لها جروينج، تبدا تكبر. يبقى بلانت تيك ان اند يوز نيتروجين كومباوند فروم ذا سويل. يجي الحيوان، الحيوان ياكل الايه؟ النبات ياكل الايه؟ النبات. ما هو الحيوان عايز النبات نيتروجين. الحيوان يا اولاد والانسان بياخدوا النيتروجين عن طريق اندايركت ايه؟ اندايركت واي. يعني ايه اندايركت واي؟ يعني انا والانيمالز او الانسان والانيمالز مش بياخدوا النيتروجين ياكلوه مباشره كده زي اي حاجه بناكلها، لا، بناخده اندايركت عن طريق ان احنا ناكل طعام تاني بيحتوي على النيتروجين. فالانيمالز ده خد النيتروجين بطريقه اندايركت، بطريقه غير مباشره، عن طريق ان هو كل النبات اللي بيحتوي على الايه؟ النيتروجين. Decaying organic matter and animals decaying organic matters. خلاص احنا خدنا النيتروجين هنا اهو، بقى عند الحيوان عنده كميه من النيتروجين، هيبدا ينزلها في الويست ايه؟ product في الويست برودكت، product في الويست ايه؟ برودكت بتاعته، تمام؟ بعد ما تنزل في الويست برودكت تروح لين؟
السويل تروح للايه؟ للسويل. للسويل. طب الانيمالز ده مات وتحلل، اتحول لديكينج اورجانيك ايه؟ متى؟ ديكينج اورجانيك ماتر. برضو الديكينج اورجانيك ماتر راحت لين؟ للسويل، راحت للايه؟ للسويل. تمام. يبدا بعد كده، يبدا بعد كده النيتروجين اللي موجود في السويل ده تشتغل عليه نوع من البكتيريا وتحوله لايه؟ تحوله لجاز يخرج في الغلاف الجوي. تمام. يبقى decaying organic matter and animal waste returned nitrogen compound to the ايه؟ to the soil. to the ايه؟ soil. يبدأ بعد كده بكتيريا in soil، البكتيريا اللي موجودة في السويل أو في التربة convert nitrogen compound into nitrogen ايه؟ جاز. gas which release into the air. تمام. دي كده النيتروجين ايه؟ النيتروجين سايكل. تمام. طبعا احنا ما خلصناش النيتروجين سايكل، انا خلصتها شرح، هعيد لكم مره كمان. تمام. مساعد يسأل، ماشي اتفضل. يعني مش آخر شيء يصير ديكمبوز حق الحيوان اللي مات عشان يرجع النيتروجين للأتموسفير؟ بص، اي كائن حي بيحصل له ديكومبوزيشن، انت هو هقول لك حاجه، هو اي كائن حي مصيره ايه في النهايه؟ هيحصل له ايه؟ موت. هيموت. وبعد الموت بيحصل ايه؟ حساب ديكومبوزيشن. فسواء كان بلانت خد النيتروجين او انيمال خد النيتروجين، مهما عاش في الاخر هيحصل له ايه؟ داي. وهيحصل له بعد كده ايه؟ ديكومبوزيشن، ويرجع الايه؟ النيتروجين تاني للايه؟ للسويل. تمام. وكمان الويست برودكت، ما تنسيش ان الويست برودكت الاخراجات بتاعه الكائن الحي طول ما هو على قيد الحياه، الويست برودكت بتاعته كمان ريتش ان نيتروجين. تمام. برضو ديت سورس اوف نيتروجين اند ريتيرن نيتروجين تو ذا سويل. ففي النهايه زي انت ما بتقولي، الانيمالز بيحصل له ديكومبوزيشنز، والاورجانيك ماترز بتاعته ريتش ان نيتروجين اند ريتيرن نيتروجين تو ذا سويل. اند ذن بكتيريا، بتيجي بكتيريا نوع من البكتيريا ورك النيتروجين كومباوند، بتشتغل على النيتروجين كومباوند اللي موجوده في التربه عندك وتحولها النيتروجين جاز، تحولها النيتروجين ايه؟ جاز ريليز انتو ذا. تمام. تعالوا نشوف الستيبز بتاعتي هنا موجودة عندكم في البي دي اف ده بالايه؟ بالخطوات. طيب نبدأ، بيقول لك نيتروجين سايكل. نيتروجين is another type of matter that cycle in ecosystem. النيتروجين من الماترز اللي بيحصل لها سايكلينج في الووتر، في الايه؟ في الايكو سيستم. احنا خدنا كربون سايكل، خدنا ووتر سايكل، ديت نيتروجين ايه؟ نيتروجين سايكل، ولسه هناخد كمان اكسجين ايه؟ سايكل. النيتروجين is essential for living things. النيتروجين ده مهم للايه؟ للليفنج ثينجز، الكائنات الحيه. تمام. ايه فايده النيتروجين؟ قلنا ان هو بيدخل في الفورميشن اوف بروتين، بيدخل في الفورميشن اوف ايه؟ اوف بروتين بالنسبه للانسان والانيمال. انما بالنسبه للنباتات، النيتروجين انتر انفورميشن اوف كلوروفيل بيجمنت، كلوروفيل بيجمنت. النيتروجين سايكل يا اولاد بتحصل بين ايه وبين ايه؟ بين الايرث سيرفيس اند اتموسفير. هي عباره عن دائره بتلف بين الايرث سيرفيس، سطح الارض، ادي الايرث سيرفيس، وادي الايه؟ الاتموسفير. سايكل كده بتلف حوالين الايرث سيرفيس والايه؟ والاتموسفير. طيب نيتروجين اكزيست از جاز ان ذا اتموسفير. النيتروجين بيخرج في الغلاف الجوي كايه؟ كغاز. اند فورم كومباوند when it combine with other A atom، لما يتحد مع اتومز تاني بيكون نيتروجين كومباوند، نيتروجين كومباوند. اهم بروسيس عندي في النيتروجين سايكل اسمها نيتروجين فيكسيشن. اسمها ايه؟ نيتروجين فيكسيشن. It is a process by which atmospheric nitrogen is converted to nitrogen A compound. هي عملية من خلالها بيتحول الايه؟ الاتموسفيريك نيتروجين او النيتروجين الموجود في الغلاف الجوي بيتحول لايه؟ أفضل عادي تعيد السؤال. بقول ان النيتروجين فيكسيشن دي بروسيس بيتحول من خلالها النيتروجين اللي موجود في الاتموسفير لنيتروجين ايه؟ كومباوند. نيتروجين نيتروجين ايه؟ كومباوند. كومباوند كومباوند. النيتروجين كومباوند دي كان بي يوزد باي ايه؟ بلانت by living things، by living living ايه؟ things. plant and some organism take in this changed nitrogen from the soil and water.
البلانتس النباتات والاورجانيزمز الكائنات الحيه، تمام، البلانتس والاورجانيزمز الكائنات الحيه بياخدوا النيتروجين ده. نعم، مش شو معنى كومباوند؟ علي صوتك يا حارب. مش شو معنى كومباوند؟ كومباوند نيتروجين، ايوه كومباوند مش المركبات النيتروجينيه، اديتكم مثال عليها، قلت لكم مثال على النيتروجين كومباوند، النيتريت والامونيا، يعني المركبات اللي بيدخل في تركيبها النيتروجين زي النيتريت، تمام، كان موجود في شرح الفيديو وانتوا بتسمعوا الفيديو، والامونيا. النيتروجين يا حارب لما بينزل في الارض او في السويل بيتحول لنيتروجين ايه كومباوند. النيتروجين كومباوند دي يا اما النيتريت يا اما ايه امونيا، تمام، ديت النيتروجين اللي في الغلاف الجوي موجود في صورة غاز، لما بينزل في التربة بيتحول لنيتروجين كومباوند اللي هي النيتريت أو الأمونيا، تمام؟ مواد بيدخل في تركيبها الإيه؟ النيتروجين. يجي بعد كده النبات ياخد النيتروجين كومباوند دي أو ياخد النيتريت والأمونيا ويكبر. البلانت and some other organisms take this changed nitrogen from the soil and water. البلانتس النباتات والأورجانيزمس الكائنات الإيه؟ الحية. تكزس تشينجد نيتروجين، بتاخد الايه النيتروجين من نيتروجين. التربه او من الميه، يبقى النبات وبعض الاورجانيزمز بتاخد النيتروجين من التربه من السويل او الميه. طب الانيمالز الحيوان بياخد النيتروجين منين؟ عن طريق ان هو من ايه ايه كان باي ايت بلانت اند اذر ايه اند اذر اورجانيزم. وين اورجانيزم داي، لما الكائن الحي بيموت، لما الكائن الحي بيحصل له ايه داي بيموت. نيتروجين فيكسنج بكتيريا، النيتروجين فيكسنج بكتيريا هيلب ريتيرن ذا نيتروجين ان تيشو اوف ديد اورجانيزم تو ذا انفايرمنت. لما الكائن الحي بيموت، الاورجانيزم بيموت، النيتروجين فيكسنج بكتيريا دي نوع من البكتيريا بتشتغل على الكائن الحي، تمام، وتساعد ان هي ايه ريتيرن نيتروجين، ترجع النيتروجين اللي موجود في التشو في الانسجه بتاع الكائن الحي للبيئه. ازاي؟ تشتغل على الانسجه وتعمل لها ديكومبوزيشنز وتحللها ويخرج النيتروجين او تحرر النيتروجين منها، يخرج يرجع تاني للايه للانفايرمنت او للسويل. يبقى وين اورجانيزم طاي نيتروجين فيكسنج بكتيريا هيلب ريتيرن نيتروجين ان ذا تشو. قلت لك كلمه تشو يعني ايه؟ تشو خدتوها في جريد 6، تشو اللي هي الانسجه بتاعه الجسم، ما البكتيريا ديت او النيتروجين فيكسنج بكتيريا تشتغل على اجهزه الجسم فهيلب ان ريتيرن نيتروجين ان تيشو اوف ديد اورجانيزم تو ايه تو انفايرمنت. نيتروجين ريتيرن تو ذا انفايرمنت ان ذا ويست برودكت اوف اورجانيزم. كمان النيتروجين يا اولاد بيرجع للبيئه خلال ايه؟ خلال الويست برودكت يا هيا، اسمها ايه؟ الويست برودكت يا مريم، الويست برودكت. يبقى النيتروجين بيرجع للسويل او للتربه خلال حاجتين، الديكومبوزيشن اوف ديد اورجانيزم اند الويست برودكت اوف ايه اوف اورجانيزم. طيب عندنا الفارمرز الفلاح بيستخدم حاجه اسمها انيمال ويست، انيمال ويست او حاجه اسمها مانيور. الانيمال ويست هو المانيور، الانيمال ويست اللي هي الفضلات الاخراجيه بتاعه الحيوان لها اسم اللي هو المانيور، بيستخدمها الفارمرز ان فيلد ديورينج ذا جروينج سيزون، اثناء الجروينج سيزون او الموسم بتاع النمو بتبدا النباتات ان هي تنمو، فبتحتاج الى ايه فيرتلايزرز او اسمده او بتحتاج لمواد غنيه ريتش ان نيتروجين، فبيبدا الفارمرز او الفلاح ياخد الانيمال ويست دي او المانيورز ويحطها في الفيلد بتاعه تساعد النباتات ان هي يحصل لها جروينج، لان الانيمال ويست او المانيور دي غنيه بايه؟ مين شاطر هيقول لي غنيه بايه يا محمد؟ الانيمال ويست والمانيور دي ريتش ان ايه؟ يلا محمد أبلع طارق، الجو محمد طارق، الانيمال ويست والمانيور دي ريتش ان ايه؟ لا أبلع منور والويتش غنية بإيه الانيمال ويست والمانيور فيها ايه؟ اللي هو أنا بالفوت علي صوتك يا محمد. بالفوت الايه؟ بالفوت الايه؟
الفود مش على الفود الفود فود. لا مش الفود، غنية بإيه يا مريم؟ تعرفي الانيمال ويست والمانيور دي يا مريم غنية بإيه؟ أبلع هذا جاوب. ثواني يا نور، غنية بإيه يا مريم؟ مش حدا جاوب. ثواني ادوني فرصة. مريم الانيمال ويست او المانيور غنية بإيه؟ غنية بإيه يا خلود؟ أبلة مريم كاتبة في الشات إن المايك مش بيشتغل. طيب خلود تعرفي الانيمال ويست او المانيور غنية بإيه؟ لا طيب تعرفي قصايد الانيمال ويست او المانيور غنية بإيه؟ الانيمال ويست او المانيور فيها ايه يا ولاد؟ امال انا بشرح لمين من بدري؟ فيها ايه يا مش رنا؟ عندي جواب. رنا نعم الانيمال ويست يا حبيبتي ريتش ان ايه؟ الانيمال ويست ريتش ان ايه يا حارب؟ لسه نيتروجين ايوه environment ريتش ان ايه؟ النيتروجين. يبقى الانيمال ويست اور المانيور ريتش ان ايه؟ النيتروجين. تمام، يبقى الانيمال ويست هي المانيور، الاثنين غنيين بعنصر الايه؟ النيتروجين، غنيين بعنصر الايه؟ النيتروجين. عشان كده بستخدمها كايه؟ كفيرتلايزر، بستخدمها كايه؟ كفيرتلايزر. المانيور ده بروفايد نيتروجين، المانيور ده بيديني نيتروجين، عنصر النيتروجين تو بلانت فور بيتر جروس. المانيور ده بيدي النيتروجين للنبات عشان النبات ينمو ايه؟ ينمو بايه؟ ويكبر او ايه؟ يتكاثر. يبقى المانيور بروفايد نيتروجين تو بلانت فور بيتر ايه؟ فور بيتر جروس. معايا؟ اقري كده اول سؤال يا مريم. اه مريم عندها مشكلة في المايك. اقري يا سيد اول سؤال كده. سادة قرآن أبلة نعم يا دود. أبلة أصايد كاتبة في الشات برضو إن أنتي صوتك ما بينسمعش. صوتي انا ولا صوتها هي؟ أبلة هي كاتبة ما بينسمعش صوتك. طب انت ليه ما قلتيش من ساعتها؟ طب هي المشكله ممكن، طب انتوا كلكم سامعين صوتي بوضوح؟ انت أيوة. ممكن تكون عندك ضعف في النت يا قصايد، او انت بعيد عن النت، او الجهاز مش مجمع كويس، لان زمايلك بيقولوا سامعين. اقري لينا كده اول سؤال. What do living things use nitrogen for? اقري الاجابه. To make proteins. تو ميك بروتين، احنا بنستخدم النيتروجين تو ميك ايه؟ بروتين. تمام؟ طيب وات هابن ديورينج نيتروجين فيكسيشن؟ ايه اللي بيحصل نيتروجين فيكسيشن؟ نيتروجين كونفرت تو فورم ذات كان بي يوزد باي ليفنج ثينجز. عملية النيتروجين فيكسيشن دي يا ولاد بحول فيها النيتروجين من انيوزابل فورم تو يوزابل فورم، بحوله بصورة أقدم إيه أستخدمها، بقول عليها نيتروجين فيكسيشن، بقول عليها إيه؟ نيتروجين نيتروجين فيكسيشن. طب هاو نيتروجين ريتيرن تو ذا سويل؟ إزاي النيتروجين بيرجع تاني للتربة؟ مين شاطر عارف إزاي النيتروجين بيرجع تاني للتربة؟ أبلغ إن النور أنا مش عايزة نور خالص. عادي إزاي هنا النيتروجين بيرجع تاني بس للتربة؟ سأل أنا محمد طارق أجاوب مستنيني. قول يا محمد. عن طريق النفايات الايه؟ النفايات ماشي. النفايات اللي هي ايه؟ قلنا عليها ايه؟ خلاص قولي يا نور عشان ما تزعليش. الحيوانات النفايات الحيوانات بتاعت ايه؟ المعدة اوه اللي هي الديكمبوزرز اسمها ايه يا محمد؟ اللي هي الديكمبوزرز اللي هي الحيوانات الميتة الديكومبوزرز صح، ديت واحدة. في كمان واحدة يا نور، ايه هي؟ through the decayed organisms and waste product from the الويست animal. برودكت. طب الويست برودكت لها اسم تاني، هو اسمها ايه؟ manure المنيور. تمام كده خلصنا، نكمل الحصة الجاية ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم.
مع السلامة مس، شكرا على الحصة.